السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله تكونوا بصحه وسلامه مرحبا بكم في قناه بيت حنونه اليوم ان الله كما راكم تشوفوا عندنا آه كما المقادير عندنا سكر وعندنا بياض البيض بياض البيض عفوا اذا راح نديرو كريم كريم او بور على مورينغ سويس آه تبعوا معايا الوصفه لانها جد سهله بزاف وناجحه و و و 100% يعني كما راك تشوفوا هنايا كان عندي بياض بيض ست حبات نتاع البيض وعندنا هنا 360 غرام من السكر هنا كما راك تشوفوا السكر تاعي راه سكر تاع الحب علاش درتاه لانه هذاك هو المتوفر كان متوفر عندي بكميه كبيره فما لازمش نضيعه وكما تعرفوا السكر راح يدوب يدوب دونك حطيته في بياض البيض وهنايا ضربت اولا شويه ضربته وطلعتها شويه ومن بعد نروحوا نسخنوه شويه هي نورمالمون نسخنوه في امبا يعني حمام مريم ولكن انايا نسخنو على نار قليله مهيله بزاف بس ولكن يعني نحضيه باش ما يعني بيان سور باش البيض ما يطيبليش اذا هنايا مادام هي سخن مادامني انا راني نخلط في البيض بياض البيض مع الـ مع السكر هنايا لازم لكم ترمومتر باش نشوفوا درجه الحراره لازم تكون ما بين 50 الى 55 درجه مئويه ما لازمش تتعدى هذه الدرجه وعليها نخرجوا الـ ال يعني ال الخليط نتاعنا الا ما عندكش هاد لو لازم لك غير بيديك كي توشي بيديك وتشوفي بلي خلاص اذا السكر داب فبطبيعة الحال خلاص الخليط نتاعنا راه واجد ونوخروه على الحمام المائي ولا حمام مريم يعني على حسب الاختيار يعني كل واحد ويفضل انا صراحة ساعات ندير حمام مريم وساعات نديرو مباشرة على حسب الوضعية يعني نتاعي والاستعجال نتاعي اللي نكون فيه اذا هنايا دام هو يسخن مادام يعني نخلط شوية هنايا يعني علاش نخلطو باش ما يتبناش البيض نتاعنا اذا لما وصل الى هذه الدرجه كما راك تشوفوا هنايا غي بيديكم وشوفوا كي تشوفوا باللي خلاص ما ما السكر ما كانش ماناش ماناش الحبيبات تاع السكر ما راناش نتلمسوهم في يدينا فهنايا نوخروا من على النار ونروحوا الى الـ نروحوا الى المرحله المواليه واللي هي خاصنا الزبده هنا الزبده لازم تكون زبده طريه هنا مقدار الزبده هو 500 غرام زبده لازم يعني اذا نصيحه اذا ديري كريم لازم لك ديري ان لازم الزبده تكون من النوعيه الجيده لان راح نحسو كميه يعني راح نحسو مذاق الزبده في الـ يعني في الكريمة يا ولي ولهذا الأحسن لازم لك اه يعني يعني تستعملي نوعية جيدة من كريم من الز... من الزبدة هنايا هاد المرحلة جد أساسية وهي راح نحطو الخليط نتاعنا في لو في يعني في الخلاط نتاعنا كيما راكو تشوفو راح نخليه حتى يطلع لي نطلعو لا موغينك نتاعنا كيما راكو تشوفو هنايا يدي كيدير هاد لو كما راك تشوفوا كي ترفديها وما تعاودش تطيح لك صافي تجي راه ناجحه 100% وهنايا على الاساس هنايا لامبراغ نتاعنا راح خلاص راهي لنا هنايا في هذه المرحله راح نضيفوا الزبده نتاعنا اللي تكون على درجه حراره المطبخ يعني تكون طريه بزاف كما راك تشوفوا هنايا باش نقدو يعني نخلطوها مع لامبراغ نتاعنا وهنايا نضيفوا بالكميه غير بشويه بشويه بالعقل ان هنايا نهبطوا درجه نهبطوا السرعه نتاع الخلاط نتاعنا <applause> عفوا إحنا نخ... نهبطوا درجه الح... درجه سرعه الخلاط نتاعنا وهنايا نبداو نحطوا الكريم الزبده عفوا تدريجيا غير بشويه بشويه كيما راكم تشوفوا هنايا غير بالعقل وانا ضروري تكون كريمه الزبده عفوا يعني ضروري تكون الزبده في درجه حراره او على درجه حراره المطبخ هكا باش ما تغلبناش في ال... الامتزاج نتاعها تشوفوا كيفاش انا راه طريه تاعي انا هنا يعني خرجوها بشويه كي تعرفوا بلي غادي تخدموا لا لا كريم تاعكم خرجوها وباش نديروها باش يعني تستعملوها هاد لا كريم راح نستعملها انا بزاف في لي في لي كيك آه، راح نشوفوا بعد كما يقولك في في الفيديوهات المقبلة إن شاء الله راح يكونوا فيديوهات أخرى على كعكات أو كعكات عيد الميلاد راح نشوفوها بإذن الله هي راح تكون مبرمجة إن شاء الله فيديوهات في الفيديوهات القادمة إن شاء الله إذا هنا راح نحط لكم كامل الكمية واللي هي خمسمية جرام من الزبدة راح نحط لكم كامل المقادير في صندوق الوصف هكا يعني باش سواء عندكم دوبلو يعني تضعفوا الحجم تضعفوا الكمية ولا عندكم يعني تقسموا الكمية على حسب المحتاج وعلى حسب يعني الوصف اللي تحتاج لكم كما راكم تشوفوا هنايا يعني هذه الكريمه جد جد رائعه انا صراحه ما نحبش بزاف لاكريم وبير ولكن لما خدمتها بهذه الطريقه يعني لك على المارينغ سويس تجي هايله هايله كاينه كريمه اخرى كريمه زبده اخرى وهي الكريمه على الطريقه الامريكيه راح نتعرف عليها في الايام المقبله ان شاء الله هنايا ضروري انكم تحطوا يعني النكهه وهي نكهه الفانيليا باش ايضا من من تحسوش بزاف هذيك الزبده نتاعنا وتجي رائعه وهنايا تقدروا تضيفوا الملونات الغذائيه واذا حطيت واذا درتوها ان شاء الله بالشوكولا راح نتعرفوا على الوصفه ايضا نضيفو شوكولا في هذه في هذه المرحله اذا كانت هذه هي هذه الكرمه تاعنا تاع الزبده راهي واجده ما خصها والو نخدمو بها مباشره ولا بغيتي تحتفظي فيها بالثلاجه احتفظي بها في الثلاجه في ولكن يعني كي تبغي تستعمليها ضروري انك يعني تعاودي تفوتي عليها بالخلاط الكهربائي هذا كما راكم تشوفوا تقدروا ايضا فقط ان بهذاك الخلاط الكهربائي تاع اليد تقدروا ايضا تخدموا بها يعني ماشي مشكل فقط ان هذه يعني هاد هاد لو روبو تاعنا يعاوننا بزاف يعني تقتصدي في الوقت وتقتصدي ايضا يعني تخدمي ديري حاجه اخرى ولا لو طونا كي تخدمي في لا كرامو تاعك كيما قلت لكم تقدروا تزيدوا لها المكملات عفوا الملونات الغذائيه ايضا واش نقولكم على كريمه الزبده نقدروا نخد نخدموا بها لكاب كيك نديروها في اللي قلت لكم في, داني في, داني يعني في داني يعني لي كادو دانيفرسير في لي كادو ديال كيك يعني تجي حاجه هايله بزاف وبنينه بزاف ايضا علاش نخدموا بلا كرامو بور في لي كادو دانيفرسير لانهم اي سي لا سول كرام ا يعني ما عدا الغناش والشوكولا لي اللي يعني يشدنا في درجه الحراره وين فيها كما تعرفوا يعني على الاغلب كي نحتفلوا بالاعياد ولا اعياد الخطوبه ولا الميلاد ولا لي زانيفيرسير ولا ايضا الاعراس الحراره حراره نتاع الغرفه تكون عاليه بزاف يعني تكون سخون تكون سخونه بزاف وهذه الكريمه الوحيده مع غاناش شوكولا اللي تقدر تتحمل هاد يعني درجه الحراره وما تذوبناش مباشره اذا كان هذا هو الفيديو تاعنا تاع تعالي اليوم ان شاء الله تكون نكون افدتكم ان شاء الله راح يكونوا فيديوهات ايضا مغايره ايضا في الايام المقبله ما تنسوش الاشتراك ودعم القناه ليصلكم كل جديد ان شاء الله باذن الله خليتكم في امان الله والى الملتقى